في برنامج شبابيك النجوم، وهتبقى حلقة ممتعة هنسمع فيها حاجات ما سمعناهاش قبل كده في الحلقات اللي كنت معانا فيها قبل كده. ان شاء الله احلى برنامج شبابيك النجوم. واول اقول لشبابيك النجوم عليا النعمة بحبك، وعليا النعمة بهدوك، وعليا النعمة بعزك، وانا قلبي لك مكتوب، حبيتك ايوه موت، وبقولها باعلى صوت، وما عادش يجيني نوم، وهقولها كل يوم، عليا النعمة بحبك، وعليا النعمة بهدوك، حياتي الحب كله، والناس السهرانين، كلم قلبك وقول له ما ترجعنيش حزين، وعليا النعمة بحبك، وعليا النعمة بهدوك. ايه احلى برنامج واحلى بيت شبابيك. شبابيك شبابيك الحلو جنب. انت واخد جامد مش شعبان عبد الرحيم. سيد عبد الرحيم. شكل حد ولا زي اي حد، انا مش شكل حد ولا زي اي حد، انا راجع من المانيا على مدينتي السلام، نازل بقالي كام ثانيه ومكلم اسلام، انا راجع من المانيا على مدينتي السلام، نازل بقالي كام ثانيه ومكلم اسلام، يعمل لي كلام اغنيه يهتم شويه بيا، يعمل لي كلام أغنية يهتم شوية بيا، وحابقى نمبر ستة، وحابقى نمبر ستة، بتصور بالعربية. أيو أيو بنحيي عم سيد عبد الرحيم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال ونجم مسرحية الرقص على القمر ومسرحية مفيش رجالة، ومنورنا النهارده وهنسمع منه حاجات جديده جدا، وهيكلمنا عن اعماله الجديده واعماله اللي لسه نازله وسمعناها وكانت جميله جدا. ومشرفنا النهارده في برنامج شبابيك النجوم مع عزه منسي وايمن العربي، ونتمنى لكم ان شاء الله حلقه ممتعه تستمتعوا بيها على قناه اي بي سي الخليجيه، اي بي سي الخليجيه تردد 11595. تابعونا في برنامج شبابيك النجوم وهنستمتع بعم السيد عبد الرحيم، وهتقول للناس انتظرونا في الحلقه الجايه باذن الله. انتظرونا في الحلقه الجايه، الحلقه الجايه ديت لا اول بعد منها كمان حلقتين مع بعض ان شاء الله. برنامج شبابيك النجوم، برنامج شبابيك النجوم. وبنشكر عم السيد حبيبي، وبنشكر استاذه داليا، وبنشكركم جميعا ونورتنا عم السيد، وهنسيب بقى للساده المشاهدين وينتظرونا في الحلقه باذن الله. ومنورنا وحلقه جميله باذن الله. مع تحيات ايمن العربي بيت المبدعين للفن والاعلام. قلبت المعادله وعرفت السكه منين، انا عندي الكل بدله قميص وجزمتين، قلبت المعادله وعرفت السكه منين، انا عندي الكل بدله قميص وجزمتين، لو الحكاية في اللبس ولا حسام بك لبس، لو الحكاية في اللبس ولا حسام بك لبس، الناس كلها هتغني، الناس كلها هتغني، واحنا هنشرب بيبس. ايوه ايوه ايوه، أيوه.